شايف ان العالم اتغير مع بداية ظهور كورونا، وان العالم كله اختلف، وان نظام العمل ونظام الاقتصادي وكل حاجة اتغيرت بسبب كورونا، اعتقد ده مش مظبوط قوي. العالم اتغير بعد الثورات العربية، وتحديدا بعد ثورة يناير والثورات اللي في الدول العربية المختلفة. الشعب اتغير، الفكر اتغير، الوعي اتغير، الانفتاح بشكل عام اتغير. ما بقتش كل الوسائل اللي كانت بتتبع قبل الثورات العربية هي نفس الوسائل اللي بتتبع حاليا. فالتغيير ده بدأ اساسا من بداية الثورات العربية. كورونا غيرت حاجات كتير في العالم، طبعا غيرت حاجات كتير في العالم، لكن الحقيقة ان احنا اتغيرنا كلنا من زمان جدا. تقدر تقول لي حضرتك دلوقتي عندك اي مشكلة من اي نوع في انك تجيب معلومة ايا كانت هي ايه من على الانترنت؟ كم مرة عملت سيرش عن عربيات او عقارات وبعدها اكتشفت انه انت بتعمل سكرول على الفيسبوك ان الحاجات دي كلها بتطلع لك؟ ده معناه ايه؟ معناه ان انت طول الوقت بتدرس، انت بالنسبة للعالم مجرد كلاينت. انت كلاينت، انت مش اكتر من كده. في ناس معينة هي اللي بتوجه الكلاينت لحاجة، فالتوجيه ده معناه اني ممكن اوجهك في الفكر، اوجهك في التعامل، اوجهك في الرأي، اوجهك في اي حاجة. فعلشان كده مهم جدا انك تبقى فاهم وانت بتستخدم السوشيال ميديا او الانترنت، انت فاهم كويس قوي انت بيحصل معك ايه. انت تقريبا مفيش حاجة انت فكرت فيها او عملت سيرش عنها او سألت عنها الا ما هي اوريدي متسجلة ومحطوطة جنب اسمك وبياناتك والاكاونت بتاعتك وتليفوناتك وايميلاتك. يعني ايا كنت انت دخلت على الانترنت من اي حاجة، من اي ويب سايت، دخلت في اهتمام معين او في حاجة معينة، الحاجات دي كلها اتسجلت اساسا وبقيت متراقب او بقيت معروف انت اهتماماتك. خلاصة الكلام ان كل الحلقات اللي جاية وكل الفيديوهات اللي جاية على القناة دي هتبقى عبارة عن مناقشات وطرح افكار ليها علاقة بتوجيه الرأي العام والتأثير على الرأي العام من خلال وسائل الاعلام والتطور اللي حصل في وسائل الاعلام اللي هو بالتأكيد شبكات التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، والاستخدام المفرط في الانترنت. شكرا ان انت كملت الفيديو، وان شاء الله هنتفرج مع بعض على حلقات جديدة كل اسبوع. رب تعجبك.